أيام رحت خلت بلا روح، أيام رحت خلت بلا روح، خافت روح عن روح تروح، خافت روح. ثم رجع الإمام عليه السلام عن طريق الكرامة وطي الأرض وين إلى الخريبة. أول ما وصل الخريبة لقى زينب عليه السلام واقفة بباب الخريبة تنتظر الإمام. قالت يا ابن أخي أين كنت؟ قال عم زينب عظم الله لك الأجر، الآن فرغت من ابني والدي الحسين.